الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. جزا الله كل خير الأستاذ العمري فاروق المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فقد تحدث بما كنت أريد أن من أول يوم في هذا البرنامج أن أتحدث عنه، تحدث عن المناظرة. لم أفكر، يعني أنا لما لقيت الجو كده أنا جاي أصلا عشان يبقى هناك مناظرات بين المرشحين، ولكن لم أتحدث إطلاقا بعد أن رفضت قائمة الكابتن محمود الخطيب وجودها على قناة النادي الأهلي، فقلت من باب أولى ألا أتحدث عن مناظرة. ولكن بما أن السيد العمري فاروق فتح الباب، لي تعليق بسيط. أستاذ العمري قال أنه هو لن يتحدث إلا مع رئيس النادي الأهلي، ولن يتحدث مع النائب على نفس المقعد اللي هو مترشح عنه، لأنه لا يعرف شيء عن مجلس الإدارة أو بعيد عن مجلس الإدارة. عايز أقول على شيء في البداية يا جماعة، أنا أعرف الأستاذ العمري فاروق منذ سنوات، حتى في الانتخابات الذي لم يوفق فيها سنة 96 تحت السن، واللي أفرزت محمد تيسير الهواري ومصطفى أمين مع الاحتفاظ بالألقاب، فأنا أعرفه يعني معرفة شخصية يعني، ولي الشرف يعني. العدل والمنطق توأمان، إذا كان الشيء عادلا تجده منطقيا، وإذا كان الشيء منطقي تجده عادلا. هل من المنطق أن يناهز ويباري سيد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة؟ لا، الطبيعي والمنطقي هو أن يبارز أو يتبارى مع من هو على نفس منصبه. إذن النهاردة من الطبيعي، وطبعا أنا أفترض حسن النية الكبرى للأستاذ العمري فاروق، لأنه بالتأكيد لا يقصد الأستاذ العمري فاروق أن هو إذا كانت هناك مناظرة فهو الأقدر على المناظرة من رئيس القائمة. بالتأكيد هذا الخاطر لم يرد على ذهن الأستاذ العمري فاروق، لأنه مش من الممكن. أيضا عندما تحدث وقال أنا هنفذ وأنا أتعهد بتنفيذ جميع ما قالت عنه قائمة الكابتن محمود الخطيب، فإذا كان من الممكن أن يضيف واو الجماعة، نتعهد بتنفيذ وليس أتعهد بتنفيذ. وأنا أشعر أن السيد العمري حسن النية، لأنه قد يكون ليس له علاقة باللغة العربية ما بين المفرد والجمع. ولكن يعني ولكن نرجع، ذكرت في حاجة كده ذكرني بيها كلمة الأستاذ العمري فاروق، فيلم الناصر صلاح الدين ده، الفيلم سنة 63. الفيلم ده طبعا القصة سيسو في السباعي، سيناريو وحوار محمد عبد الجواد، نجيب محفوظ، استاذ عبد الرحمن الشرقاوي. فاكرين كلكم رينو دي شاتيو اللي هو كان طالع بدوره الاستاذ احمد لوكس، بعد ما اسر عايز يبارز، القاده بتوع الناصر صلاح الدين عايزين يبارزوه، الجمله عظيمه، قال انا ملك ولا ابارز الا ملك، اذا يجب ان تكون المباراه بين ندين، بين ندين. اذا النهارده لا، غير منطقيه. ومما زاد الامور انفتاحا وتقبلا عندي شخصيا عندما قال السيد مصطفى مراد فهمي المرشح على قائمه المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس الاداره، قال فلنتبارى ولنتبارز ولنتناظر في قناه محايده، وساقول لهم من منا يعرف عن الاهلي اكثر. وانا هنا اتحدث بصفتي كبير مذيعين البرامج الرياضية في التلفزيون المصري، أدعو الجميع على شاشة لا يمكن أن تتهم بعدم الحيادية، القناة الأولى في التلفزيون المصري، وأنا أرحب بالجميع، أرحب بهم على شاشة القناة الأولى في التلفزيون المصري، فمن يريد المناظرة فنحن نرحب به. وستكون الأمور بالتوقيت، إذا لم يحب البعض يأتي هنا إلى قناة الأهلي الذي تتهم ظلما، لأنني هقول لكم لأول مرة وأنا منذ 30 عاما مذيعا لم أجد في حياتي أن بعض البرامج داخل قناة تفعل بخلاف ما تفعله القناة، ومع ذلك يتحملونها. إذن النهاردة كل اللي احنا عايزينه بنقول نرحب بالجميع على شاشة التلفزيون المصري، ونؤكد
ونكرر ونقول نحن مش هنقول محايدين، نحن الحياد، التلفزيون المصري للجميع وليس لقائمة ولا لفرد، فكل فرد في القائمتين والمستقلين له في التلفزيون المصري جانب ورصيد وله أيضا ما يدفعه من الضرائب. إذن التلفزيون المصري تلفزيون الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا والأهلي ينتخب. هخاطبكم كواحد من الشباب اللي قبل ثورة 2011 كناش نعرف كتير عن الانتخابات، الانتخابات السياسية، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات رئاسة، كنا بعيد كتير عنها، ولكن كنا دايما بنسمع عن انتخابات النادي الأهلي لأن دايما بينزل فيها رموز ودايما بينزل فيها ناس عايزة تخدم كيان النادي الأهلي. سمعنا عن شعار الأهلي فوق الجميع، الكل يعمل من مصلحة ومن أجل مصلحة هذا الكيان العريق، الكل يعمل من أجل تقدم ورفعة الأهلي إلى الأمام منذ عمر بيه لطفي وبداية الإنشاء في 1907 وحتى 2017 في شعار واحد كلنا، سواء في النادي الأهلي، في قناة النادي الأهلي، أو أي حد بيمر جنب شعار النادي الأهلي بيبص ليه كلمة وشعار الأهلي فوق الجميع. الانتخابات فيها وعود وفيها خيال وفيها واقع، الكل يتحدث ولكن من هو الذي سينفذه؟ الجمعية العمومية عليها أن ترى وتنظر وتفكر وتمعن ثم تختار ما هي مصلحة النادي الأهلي في المراحل المقبلة، مش بس تحت رجلك، بص لقدام، بص لسنين قدام. النادي الأهلي عنده الكثير من الملفات، ملفات رياضية، نادي الأهلي نادي القرن، متسيد كل اللعبات من كرة القدم وحتى السباحة. في لعبات جديدة من الوارد أن تضاف، والنادي الأهلي مش كتير عليه أن يخش وبل يكون عنده أبطال، لأن زي ما قلت لحضراتكم وهفضل أقول لحضراتكم أن النادي الأهلي هو عماد المنتخبات الوطنية في كل الألعاب. النادي الأهلي كويس، منتخب مصر كويس، الأهلي فوق الجميع، الأهلي فوق المناظرات، الأهلي فوق كل شيء، ويجب على الكل اللي أي حد وأي مرشح داخل هذه الانتخابات أنه ينظر لمصلحة ونصر وشعار النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي نادي القرن، وهذا اللقب لم يأتي بالصدفة ولم يأتي بالواسطة، بل جاء بالتضحية، بل جاء بالإنجازات، بل جاء بالاستراتيجيات. يعني إيه استراتيجيات؟ يعني في تفكير وفي وعي وفي خطط وفي دراسة وفي مجهود وعرق بيبذل داخل كل الصالات وكل الملاعب عشان يفضل النادي الأهلي إن شاء الله نادي القرن.